متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم هذا التسجيل الذي يتحدث بشكل عام عن مربعنية الشتاء بالموروث المحلي أو ما يسمى بالانقلاب الشتوي. نستعرض معكم بعض الحقائق الهامة بشأن هذا الأمر. إذن الانقلاب الشتوي لهذا العام، عام 2020-2021، سيبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 21 من شهر كانون أول ديسمبر للعام 2020. هذا الانقلاب الشتوي يبدأ في تمام الساعة 1:02 من بعد ظهر يوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، ويعتبر ويبدأ فصل الشتاء فلكيا إذن في النصف الكرة الأرضي الشمالي، في نصف الكرة الأرضية الشمالي، بينما يبدأ فصل الصيف على النقيض من ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. هذا اليوم هو أقصر أيام السنة من حيث ساعات النهار، بينما تكون هذا ويكون هذا اليوم هو أطول الليالي ويحدث به أطول ليل في نصف الكرة الشمالية على مدار العام. العكس تماما يحدث في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، إذ يكون هذا اليوم هو الأقصر ليلا والأطول نهارا. تبدأ محليا في الأردن وبعض مناطق بلاد الشام ما يعرف بما يسمى بمربعنية الشتاء وفق الموروث المحلي الشعبي، وتمتد هذه المربعنية وأربعنية الشتاء حتى نهاية شهر كانون ثاني يناير، أي حتى 30 من شهر يناير كانون ثاني، وتسمى بأربعنية أو أربعنية الشتاء، وذلك لأن هذه الفترة تمتد لأربعين يوما. تعتبر هذه الفترة مناخيا هي الفترة الأبرد في منطقة بلاد الشام وفي الأردن، ويبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان مثلا 13 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تسجل درجات حرارة في ساعات الليل كمعدل لآخر 30 عاما 4.7 درجات مئوية، وهذا المعدل يحسب لآخر 30 سنة وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الأردنية. تشكل هذه الفترة مناخيا من ناحية الموسم المطري أو من الناحية المطرية من نسبته 30% من مجموع الموسم المطري للموسم المطري الذي يحدث في مناطق بلاد الشام، والممتد من شهر تشرين أول شهر أكتوبر، والذي يمتد حتى نهايات شهر أيار شهر مايو. أعلى هطول مطري حدث في الأرشيف المناخي في إدارة الأرصاد الجوية في فترة المربعنية كان في الأردن في موسم عام 1973-74، حينها هطلت أكثر من 200 مليمتر من الأمطار في العاصمة عمان، وهي كمية عالية جدا من الأمطار خلال فقط فترة المربعنية. ما حدث في ذلك الموسم أيضا بأن مربعنية الشتاء على النقيض قد بدأت جافة في وقتها، ولم تكن كميات الأمطار عندما بدأت مربعنية الشتاء حينها كانت أعلى من المعدلات، على العكس بل كانت دون المعدلات الافتراضية على ذلك. العكس تماما حدث في المربعنية الشتاء التي أعقبت العاصفة الثلجية الشهيرة أليكسا في العاصمة الأردنية عموما وسائر المناطق في بلاد الشام والأردن في موسم المطري 2013-2014، حيث بعدما تأثرت العاصفة أو تأثرت المنطقة بالعاصفة الثلجية أليكسا وسجلت كمياتها إلى من الأمطار حينها ودخلت المربعنية على كميات أعلى بكثير من معدلاتها، أصبحت مربعنية الشتاء للعام 2013-2014 بعدما انتهت الأجف في تاريخ سجلات المنطقة المناخية، وذلك لعدم هطول أي أمطار طيلة شهر يناير إلا أمطار بسيطة جدا، وكان ذلك سابقة تاريخية في الأرشيف المناخي. بالرغم من المربعنية فقد سجلت درجات حرارة مرتفعة أحيانا خلال فترة المربعنية، فمثلا سجلت أعلى درجة حرارة في العاصمة عمان في المربعنية تحديدا في 23 من شهر كانون أول للعام 1963 بواقع 26 درجة مئوية في ساعات النهار، يعني كانت الأجواء أقرب إلى الصيفية منها إلى الشتوية. كما أن المملكة في سجلت أيضا بها أعلى درجة حرارة في المربعنية في مدينة العقبة وقد بلغت أكثر من 30 درجة مئوية، فمثلا سجلت في العقبة 31 درجة مئوية فاصل نصف درجة مئوية في مدينة العقبة تحديدا في 3 يناير كانون الثاني للعام 1959. سجلت أقل درجة حرارة في فترة المربعنية في العاصمة الأردنية عمان في 2 يناير كانون ثاني للعام 1973 بواقع 7 درجات مئوية تحت الصفر ونصف، 7 درجات مئوية ونصف تحت الصفر في العاصمة عمان، سجلت في 2 من كانون ثاني للعام 1973، وتعتبر هذه الحرارة هي الأقل في تاريخ سجلات العاصمة المناخية. اقتربت منها أيضا قيمة قياسية سجلت قبل عدة أعوام وتحديدا في العاصفة الثلجية هدى في 9 من يناير عندما سجلت في العام
2015 عفوا سجلت في العديد من المناطق، درجاتها أيضا كانت تقارب 5 و7 درجات مئوية تحت الصفر، بينما سجلت أقل درجة حرارة في منطقة لواء الشوبك في جنوب المملكة في العام 1992 تحديدا في 7 يناير كانون ثاني، حيث سجلت 14 درجة مئوية تحت الصفر في تلك المناطق وفي لواء الشوبك في ذلك العام وفي تلك مربعنية ذلك العام، وقد تعتبر هذه الحرارة هي الأقل على الإطلاق في تاريخ سجلات المملكة المناخية في فترة المربعنية. تبدأ مربعنية هذا العام بمشيئة الله تعالى مع درجات حرارة حول المعدلات المعتادة مثل هذا الوقت من العام بشكل عام، بينما تبدأ مربعنية هذا العام مع كميات أمطار ستكون بمشيئة الله تعالى أقل بقليل مما هو مفترض لمثل هذا الوقت من العام. تشير توقعات طقس العرب الفصلية الصادرة اليوم بأن مربعنية هذا الشتاء ستشهد أمطاراً مع نهايتها، يعني عند نهاية مربعنية فصل الشتاء الحالي مع نهايات شهر 1 كانون 2 يناير ستكون كميات الأمطار بحسب التوقعات الفصلية لكادر طقس العرب حول المعدل، ودرجات الحرارة أيضاً يتوقع أن تكون ما بين حول إلى أبرد من المعتاد كتحصيل حاصل لهذه المربعنية. يتوقع أن يتحسن الأداء المطري بمشيئة الله تعالى لفصل الشتاء الحالي خاصة في شهر شباط 2020 وفقا لآخر التنبؤات الفصلية، والتي كانت وما زالت تشير إلى أن النصف الثاني من شتاء هذا العام سيكون أكثر قوة مما هو عليه الحال في النصف الأول لهذا الشتاء. هذه خرائط للتوقعات الجوية الفصلية تجدونها عبر تطبيق طقس العرب، والتي تعطي ومضات عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة مربعنية الشتاء وحتى ما تبقى من فصل الشتاء حتى نهايات شهر أذار. إذن هذا كان أهم الحقائق بشأن مربعنية الشتاء هذا العام. نسأل الله الغيث الوفير، ونسأل الله أيضا الثلوج، ونسأل الله أن يكون أو تكون هذه الفترة هي فترة مباركة عليكم وعلينا جميعا. دمتم بخير، إلى اللقاء.